هذا واشتملت كلمة جلالة الملك المعظم في القمة العربية 32 التأكيد على العزم لمواصلة مسيرة العمل العربي المشترك بإرادة حرة وتصميم ذاتي وبروح التضامن الجماعي المخلص للتأسيس للاستقرار والرخاء والوئام للدول والشعوب العربية. وللحديث حول هذا الموضوع مشاهدينا معنا عبر الهاتف من الرياض الكاتب الصحفي عبد الله العلمي، مرحبا بك معنا في نشرة أخبار الثامنة. وبداية يعني ومن خلال متابعتك لأعمال القمة العربية، طبعا كلمة جلالة الملك المعظم حملت العديد من الأبعاد فيما يتعلق بتعزيز العمل العربي المشترك، ما هي قراءتك لمضامين هذه الكلمة؟ نعم، أشكركم على الاستضافة. بداية اسمح لي أتقدم بالتهاني القلبية للشعبين البحريني والسعودي، إطلاق صندوق استثمارات العامة السعودي برأس مال 5 مليارات دولار لشركة الاستثمار السعودية البحرينية، وأيضا التهاني القلبية لمملكة البحرين إصرافة القمة العربية القادمة. إجابة على سؤالكم، طبعا أهمية القمة تحديدا يعني ناقشت عدة قضايا وتجاوزت عدة مشاكل في الفترة الأخيرة، وخاصة ما يسمى الربيع العربي، الفراغ السياسي في لبنان، الأزمة السورية، وأيضا الحرب في السودان والانقسامات الليبية، انظر إلى تفكك اليمن وانتشار الإرهاب في الصومال، الملف الإيراني، الملف التركي، ملف الإرهاب، كل هذه عصفت بتقريبا نصف الدول العربية. لذلك جاءت هذه القمة لتضع الحلول وتناقش كيفية حل هذه المشاكل. وطبعا كلمة جلالة الملك المعظم جلالة ملك البحرين كانت كافية ووافية للتأكيد على إدارة هذه الأمور وفق سياسة متزنة وحكيمة، وليس بمنطلق الحروب والمشاكل وهذه الأمور وهذه الأمور الأخرى. لذلك جاء إعلان جدة واضحا في عملية صون الأمن والاستقرار، حماية سيادة الدول، والاستفادة من المقومات البشرية والطبيعية لتعزيز وتكريس الشراكات وترسيخ التفاهمات بين الشعوب وبين الدول في هذه المنطقة الحساسة من العالم. إن نحن نتحدث عن تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، نتحدث عن تكثيف الجهود للتوصل إلى تسوية شاملة لقضايا عربية مثل مثلا القضية الفلسطينية، نتحدث عن متابعة التطورات الهامة في جمهورية السودان الشقيقة، نتحدث عن ما يجري في سوريا واستئناف مشاركة سوريا كان شيء كان شيء جيد في هذه الحالة، وأيضا التأكيد على دعم ما يضمن أمن واستقرار الجمهورية اليمنية، وهذا طبعا أمر هام جدا. ولا ننسى طبعا تضامننا مع لبنان بحيث أن يتم انتخاب رئيس جمهورية يرضي طموحات جميع اللبنانيين، ولكن أيضا يجب أن نشدد على وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وهذه كانت نقطة جديدة وهامة جدا في بيان المؤتمر. نعم من الرياض الكاتب الصحفي عبد الله العلمي، شكرا جزيلا لك.